سلسلة كليبات هوية مغاربة العالم نقدم لكم. المادي المزرع قد يكون جارودي المغرب بطريقة أخرى، إنه الرجل الذي اختار أيضا أن لا يكون جزءا من النظام الحاكم إلا بشروطه، ولهذا لم يستطع أن يتجاوز الخطوة الأولى أن يكون مديرا للإذاعة والتلفزيون في فجر الاستقلال. في أول سلوك ضد الفساد الفرنسي في المغرب تم إعفاؤه لأن فرنسا ضغطت. هذا الرجل اشتغل كرجل كوني ورجل عالمي في اليونسكو، وكان قاب قوسين أن يكون مديرها بعد أستاذه روني ماهو، وتمت مؤامرة دنيئة عليه لكي لا يكون، حتى المغرب تورط في هذه المؤامرة. هذا الرجل طلب ليكون خبيرا في البنك الدولي، رفض أن يكون أداة في يد إدارة جهنمية لتفقير الناس وتجويعهم. هذا الرجل هو الرجل الوحيد الذي سلمه الإمبراطور الياباني يدا بيد جائزة لأحسن من يكتب كتابا في فهم العقل الياباني، وهذه الجائزة إلى أن حصل عليها المهدي المنجرة لم يتسلمها إلا ياباني، لم يستطع أن يصل إليها أمريكي ولا هندي ولا أوروبي. وعندما سلمه الميكادو يدا بيد الجائزة قال له: لقد أثبتت أنك غير الياباني الوحيد الذي فهم اليابانيين. هذا الرجل الذي أسس أكبر منظمة للمستقبليين في العالم ورأسها، فكان سيد المستقبليين، ولكنه كان لا يكف عن الكلام عن الماضي. فهو أول من بين لنا الدراسة المستقبلية لا تعني الطلاق مع الماضي ولا العداء للماضي. هذا الرجل الذي سمعته فمن لأذن يقول إن الذي لا يعرف من أين أتى لا يمكنه أن يعرف أين يتوجه. هذا الذي قال لنا كم مرة أن المستقبل يكمن في قراءة سليمة للماضي وانطلاق صحيح من ثوابته الهوية بالأساس.